رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في الكلام في الميديا، وبنوصل دلوقتي معاكم لفقره السوشيال ميديا اللي دايما بنستعرض فيها اهم اللي حصل في الساحره المستديره. وهنبتديها مع محمد شريف لاعب النادي الاهلي، واللي نشر صوره على الانستغرام مع اسلام محارب في احتفال بعيد ميلاده، وكتب كل سنه وانت طيب يا حبيبي وسنه سعيده عليك يا اخويا. كمان نشر محمود وحيد لاعب النادي الاهلي على تويتر رد على تويته لناديه السابق مصر المقصه اللي بيشكر فيها اللعيبه اللي اتنقلوا من الفريق في الانتقالات الحاليه، وكتب وحيد شكرا مصر المقصه. كمان احتفلت الصفحه الرسميه للمنتخب الوطني على تويتر بعيد ميلاد محمد حمص، ونشرت صوره ليه وكتبت عيد ميلاد سعيد لصاحب هدف الفوز على ايطاليا في كاس العالم للقارات لاعب الفراعنه محمد حمص. عالميا كتب احمد المحمدي كابتن منتخب مصر ولاعب استون فيلا الانجليزي على صفحته على تويتر اتمنى ليكم الافضل في العام الجديد. نشر كمان محمود حسن تريزيجي لاعب المنتخب وقاسم باشا التركي صور لابرز لحظاته في 2018 وكتب الحمد لله عام سعيد بما قدمته في 2018 وان شاء الله 2019 تكون افضل علينا كلنا، كل سنه وانتم طيبين وبخير، باي باي 2018. نشر كمان النجم الألماني الكبير أوليفر كان صورة على الإنستغرام وكتب 2 مليون متابع على الفيسبوك وعام جديد وعلى الفور هناك شيء للاحتفال، شكرا جزيلا وسنة جديدة سعيدة ليكم جميعا. كمان نشر الأيفواري ديدي روجبا صورة على تويتر وكتب دخول عام 2019 هكذا السلام روح الحب والإيمان، شكرا لك يا الله على حياتي. نشر كمان مسعود وزال نجم أرسنال الإنجليزي صورة على تويتر بعد مباراة امبارح مع فولهام واللي انتهت بفوز الجانرز 4-1 وكتب بداية إيجابية في 2019 بالنسبة لينا، مبروك يا جانرز، ومع ذلك كان من الصعب بالنسبة لي عدم التواجد على أرض الملعب بسبب إصابتي، بالتأكيد أريد مساعدة الفريق في أقرب وقت ممكن مرة أخرى، أتمنى لكم جميعا سنة سعيدة ومرضية. نشر كمان ألكسندر أيوبي لاعب الجانرز صورة على تويتر من المباراة وكتب عام جديد سعيد. كمان نشر كاليسيناك صورة على تويتر من المباراة وكتب بداية قوية ل 2019 عام جديد سعيد. كمان نشر ستيفن ليشتنشتايتر صورة على تويتر وكتب فوز 4-1 على ملعبنا، بداية جيدة للعام الجديد، عام جديد سعيد عليكم جميعا. هاري كين لاعب توتنهام نشر صورة على تويتر من مباراة كارديف سيتي اللي انتهت بفوز سبيرز 3-0 وكتب بداية مثالية ل 2019. نشر كمان توبي لاعب توتنهام صورة من المباراة وكتب على تويتر مرحبا 2019 أحب الطريقة اللي بدأت بها. نشر موسى سيسوكو صورة من المباراة على تويتر وكتب أفضل طريقة لبداية 2019 عام جديد سعيد. باولو ديبالا نجم يوفنتوس كمان نشر صورة على الانستغرام وكتب خارج الخدمة. نيمار دي سيلفا نشر صورة على تويتر مع البرازيلي جابرييل مودينا راكب الأمواج وكتب فلاش وباتمان. أخيرا كمان نشر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان صورة على الانستغرام وكتب مع أطيب الأمنيات.